بص، لو عندك انزلاق غضروفي انا هديك افضل 3 تمرينات يقوي لك العضلات الصغيره اللي ما بين الفقرات، يخلي الفقرات بتاعتك ثابته كويس قوي، ويخلي الغضروف بتاعك صعب انه ينزلق، او لو هو منزلق هيخفف الضغط خالص من على الغضروف دي، ويخفف الضغط من على الاعصاب والتسميع في الرجل بتاع اللي بيحصل في الهانش من ورا والمؤخره والفخذ من ورا. كل ده هيقل ان شاء الله مع ال3 تمرينات دول. ال3 تمرينات دول معمولين عن طريق دكتور ستيوارت ماجال. دكتور ستيوارت ماجال اللي ما يعرفوش ده من اعظم المحاضرين عالميا في مجال تاهيل العمود الفقري والانزلاقات الغضروفيه. حاجه بتحاول تحط ايدك تحت ظهرك عشان ايدك دي اللي انت هتدوس عليها وتثني الرجل وتفرد الرجل كده المصابه وترفع الراس والرجل وكانك بتدوس بظهرك على ايدك بتحاول تهرسها وتثبت فوق 5 ثواني تكرار 10 مرات. وبعد كده الليفل الاولاني من السايد بلانك اللي هو تميل كده على جنبك وتفرد، وده الليفل الصعب شويه، تثبت 10 ثواني يمين وشمال وتحاول تعمل زي ما انا بعمل كده بالظبط. وبعدين الايد لفوق يمين وشمال، ده الليفل الاولاني، او الرجل فوق يمين وشمال 10 ثواني ثبات فوق. لكن الليفل الاصعب ان انت تفرد الايد مع الرجل، الايد الشمال مع الرجل اليمين والعكس صحيح، تثبت 10 ثواني تكررها 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل. ان شاء الله كل التمارين دي تخليك احسن بكتير.